اهلا بحضراتكم من جديد. من بعد ما نجح بيتسو موسيماني في الفوز للاهلي بالدوري وبدا الموسم الجديد، شفت الراجل تعرض لايه؟ اعتقد كلكم متابعين وكلكم شايفين وحجم الضغوطات والانتقادات، وازاي كان بيحاول البعض ياثر على علاقه مستر بيتسو موسيماني بالاهلي، الى ان جاءت الايام لتثبت اشياء كتيره جدا. عشان كده كان مهم جدا نناقش بعضها في بعضمة لسانه. رجل المهام الكبرى زي ما قلت لكم، كل واحد يتكلم حتى اللي كان عنده تحفظ على بيتسو موسيماني يقول لك بس الحقيقه هو بيعرف يلعب المباريات الكبيره. طب هو يعني هو انهي اصعب، اللي يلعب الكبيره والصعب ولا اللي يلعب السهل؟ يعني ما من مباراه صعبه ومناسبه صعبه وتجربه شاقه الا اثبت هذا الرجل انه كان مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب عند حسن التقدير في الاختيار. شوف النقطه دي بقى هي مربط الفرس. ايوه لهذا يتعرض موسيماني للهجوم والتشكيك. ايوه لكن اللي بيزعجك ان ناس تنتمي للاهلي تقع في الفخ ده. هو انت عايز يقول لك ايه؟ يدوروا على اللي ناقص في الماتش. يعني امبارح يقول لك ما هو كان يقدر يكسب 2 و3 و4. يا اخي هو ما نزلش يلعب. طب وحلو قوي، كان يقدر يكسب 2 و3 و4. يعني وصلنا لطريقته وصلتك للجون مره و2 و3 و4. اللعيب ضاعت منه فرصه. يعني عايز اقول ايه؟ ما ندورش على ايه اللي ناقص. المتعه، يعني ايه المتعه؟ المتعه في انك انت تحقق اهدافك، هو دي المتعه، انك تطلع كسبان، انك تسعد نفسك وجمهورك، انك تطلع كسبان. دي المتعه الحقيقيه، مش في التظاهر وبالكعب وساعات بنعملها لما يجي موقف تشميت ست حسين الشحات ولا ترئيس ست حسين الشحات في الوداد ولا مهاره قفشه ولا كثيرا من الامور. يعني مش عايز اذكر لعيبه بعينها بتحقق ليك المتعه، الانطلاق. انت عارف ان محمد شريف ده، يعني انت لما ماشي وليد ازار انا زعلت ليه؟ لانه كان بسرعته بتاع بيوصل لجول بكتير، بس كان بيضيع. اقرب واحد لاداء وليد ازارو بالميزات بتاعته، بس على راجل يمكن بانتاجيه افضل امام الجون، اكثر يعني هدوءا وثقه، محمد شريف. فالصبر يديلك النتائج. يقولك حد يسيب فلان وفلان في اعاره، يطلع اعاره عشان نبقى متاكدين انه ما يرجع ينجح، عشان ياخد ساعات اللعب. ولذلك الاعراض دي مش مطمناك ان السنه الجايه هيبقى عندك صفقات هي خارجك من ولادك تضيف اليك. النهارده اكرم شريف بسم الله ما شاء الله، صحيح، يعني وغيره. ويا رب محمد محمود وندفد يكونوا الاضافات، ومتولي ان شاء الله ومتولي ما خلاص انت مستني متولي. ان شاء الله يكونوا اضافات قويه. بمناسبه حتى الكواليتي او الكفاءه او النوعيه او الجوده بتاعت لعيبه الاهلي اللي المهندس عدلي بيشير اليها، تستغرب لما تلاقي حد والمفروض ناس بتاعت كوره يقول لك بس بصراحه كفاءه وجوده وكواليتي لعيبه الزمالك اعلى، وانا مش فاهم ايه المعيار. ايه معيار الجوده بالظبط؟ هل انتوا فاهمين ان الكوره احسن لحد اللي هو بيرقص حلو؟ يعني هو ده معيار؟ بينما شخصيه اللاعب وقوه اللاعب وتركيز اللاعب والمرونة التكتيكية اللي عليها اللاعب وانضباطه تكتيكيا وسلوكيا، حاجات كتيرة، ومهاراته المطوعة للفريق لصالح الفريق مش لصالح الشكل الفردي. يا جماعة لو خدنا لعيبة الأهلي فردا هتلاقوهم دول أفضل لعيبة موجودة في مصر، مش بس بدليل النتائج، لا بدليل التقييم الكامل لمعنى أحسن لاعب. يعني إيه أحسن لاعب في مركزه؟ مقوماته إيه؟ التزاماته إيه؟ تنفيذاته إيه؟ فبالتالي لما ما تلاقيش حاجه يقول لك بس بصراحه الكواليتي. معلش انا مبسوط من النغمه دي، والله بتبسطني. لانك انت لما تعيش انا ابني انبه واحد بس ما بيذاكرش، انا اشطر واحد، ده ابني ده تعرف ابني ده لما المدرس مش حاطه في دماغه يعمل. خليك عايش القصه دي. ابني انا بقى بيعمل ايه؟ بيذاكر، بيجتهد، بيركز، بينجح، بيتفوق، بيعمل ابحاثه، مركز في هدفه. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. لكن لما تبص للمنتخب الاولمبي
تشوف عندك ست عناصر غير المعارين اللي منهم ثلاث اربع عناصر هيرجعوا لك وكلهم بقى اصبح في مطلب انهم يرجعوا لك. ها؟ لقطه يعني ان تاتي متاخرا. ازاي بص شوف موسيماني بيعمل ايه هنا؟ اه شوفوا رجل المهام الكبرى بص بيعمل ايه؟ بخبرات بيعمل ايده لسه اهو لا بقول لكم عليه لسه في ماتش في لسه في ماتش. معلش يا دكتور انت اعمل اللي انت عايزه. لكن موسيماني وهتشوف بعد شويه الشناوي وهو يعني بيقول للناس من فضلكم دعونا نركز. بعضمه لسانه. ده رجل المهام الكبرى يا جماعه. ده رجل المهام الكبرى في كل مناسبه. شوفوه مع صن داونز وشوفوه مع الهلال السوداني وشوفوه شايف بيعمل ايه؟ اهو الشناوي بيلم الدنيا خلاص. هي دي شخصيه البطل بقى. يا جماعه خلاص احنا عندنا عايز افكركم بحاجه على شخصيه البطل اللي هي ما بتتولدش فجاه. خدوا بالكم الجيل ده بينضج وخبراته بتزيد. الناس دي دلوقتي مش زي لما بدات بطوله السنه اللي فاتت. تراكم الخبرات الراجل العضلات ده بتاع التغذيه يا جماعه. تراكم الخبرات هو ده اللي بيثقل الفرقه وهو ده اللي بيتقل الفريق. اهو كابتن جمال جبر قفل لهم الباب جمال. والكابتن نزل عشان يبارك لهم ويقول لهم احنا بين الشوطين احنا خلصنا الشوط الاول الشوط الثاني في القاهره يوم السبت الجاي. فيتفضل الناس على تركيزها وعلى ترقبها وعلى اهتمامها وعلى استعدادها واحترامها للمنافس. هو ده هي دي الاجواء وهي دي شخصيه الفريق. وزي ما قلت لكم فرقه الاهلي بهذا الجيل احنا بنتكلم بكل الحب والتقدير للجيل الذهبي اللي فات بس خد وقت على ما اتصنع خد وقت على ما تقل خد وقت على ما افرادوا خدوا كل هذه الخبرات. هذا الفريق النهارده زملاء الشناوي مش هم زي ما بداوا بطوله السنه اللي فاتت لا كل الخبرات والمواقف اللي مروا بيها تقلت الفرقه. فعشان كده كانت الفرحه الكبيره في رادس والاهلي بيسجل هدفه واعتقد كان المعلق الرياضي العربي الكابتن محمد بركات سعيد جدا ده مش بركات طب بالمناسبه المعلق الليبي ما انا قلت المعلق العربي ده الليبي ابو العروبه يعني احنا بنتكلم الكابتن محمد بركات كان عنده هذه السعاده وهو بيوصف محمد شريف. الاهلي يتقدم 1-0 اسبقيه للمارك الاهلاوي على طريقه البلياتو لم اقول اسالوا العزيز جوجل والداهيه الفيسبوك بل ساقول الويكيبيديا يا مارب شاهده على ارقامك شاهده على سوالفك شاهده على اهدافك. الاهلي عنيد بشخصيه فولاذيه بثوب الوحش الكاسر بثوب البطل. هدف رائع كروعه القصيده ورنه الاوبرا يسجل الباشا الباشا ولقب الباشاويه لا يزال من لطائف المخاطبه والموده عند المصريين. الاهلي وشع ضربه الو انطلق الو 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 والرب ياتي من جانب شريف مره اولى في القايم مره ثانيه ترجع لشريف واسبقيه للفريق المصري. الذي اسعدني في هدف شريف انه قبله بدقيقتين ما انا رجعت اتفرجت بروقان بقى نفس اللعبه من نفس الاشخاص قفشه ديانج شريف بس ما جاتش جول اللي بعديها جت جول هي فتحس ان ده شغل مش عشوائي يعني ده يسعدك. طب لا قول لي بقى لما اتفرجت ايه ملاحظاتك سريعا؟ انا بقول لك اهو اهم ملاحظه التفوق البدني للنادي الاهلي الهدوء والثبات ثبات تغير مراحل يعني اهدافك من المباراه الصمود الاستحواذ الانطلاق. الانطلاق ده عشان كده بقول لك ايه ينزل قفشه تتكرر الجمله مرتين من تاني مره تيجي الجول هي يعني لما نشأ انا لما شفت قلت سبحان الله يعني 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 اول مره ما جاتش جول تاني مره جت جول. اذا هناك شيء الراجل كان بيحفظه وكان بيقوله وانت تيجي تقول ايه هو كان عنده وقت يحفظ لما يكون عنده لعيبه ملتزمه مقتنعه عنده وقت يحفظ. لذلك انا كنت سعيد بالجون اللي جه يعني ما هو انت لعبت الكوره كان ممكن تخش من اول مره في واحد يقول لك التوفيق بقى ان دي يلعبها في العارضه وتجيله لكن هو انتوا ما كانت ممكن تخش من اول مره. لكن هو كمان لما لعبها انطلاقته في مناطق
الاحتماليه راح في الاتجاه صح وفي الاخر في توفيق. وفي جون تاني اتحسب اوفسايد يعني كان اوفسايد كان اوفسايد سنتيمترات يا سيدي كويس كان يعني بس تحركه صح. اقصد اقول ايه انت عملت حاجه وصلتك لجون وجبت جون اتلغى لانه اوفسايد بالظبط اوفسايد صحيح صحيح. رجل المهام الكبيره احنا في الحلقه اللي فاتت قلنا بيتس موسيماني بيدبر ايه بيفكر في ايه عشان يواجه بيها معين الشعباني. الحقيقه كانت فكره حمدي فتحي فكره عبقريه جدا، واللي يتفرج على الماتش باعصاب هاديه زي المهندس عدلي يكتشف انه بيتس موسيماني استخدم حمدي فتحي الورقه السايله. الورقه السايله تكتيكيا لو حد ركز او اتفرج بتركيز هيلاقي حمدي فتحي لعب 3 4 5 ادوار او اكتر تكتيكيه. تفوق الاهلي او ان الكاف ياخد 5 من الاهلي في التشكيل المثالي للجوله ده مش من فراغ. انتوا بتتكلموا على اذا كان اكرم عبد المجيد اكرم توفيق لاول مره يلعب في مباراه كبيره باك رايت يتاخد في التشكيل الاساسي والناس كلها تختاروا رجل المباراه. ده مش من فراغ لانه لما حط حمدي فتحي يا باشمهندس احنا كلنا قلنا رامي ربيعه استخدم قبل كده. ايوه ده اللي انا عايز اقوله الحته دي. بص بقى هو استخدمه انت بتسال حفظ امتى؟ لان هو ده اسلوب لعب. الطريقه دي يا جماعه هنرجع لها في يوم ما، هنغير الافراد بالظبط. غير رامي ربيعه بحمدي دي كفاءه. لو الافكار بتاعه ميتس وموسيماني ما قابلتهاش جوده لعيبه ومرونه تكتيكيه عند اللعيبه وقماشتها واسعه تستوعب تعديلات كتيره في الملعب 5 6 مرات ما ينجحش فكرته ما تعديش. لكن الاقي حمدي فتحي يبدا المباراه هاف ديفندر تالت شويه ينزل ليبرو خط النص يبقى في قدام شويه من السردباكين بدر بنون وايمن اشرف. لكن في فترات هو عايز يستخدم علي معلول في التلت الهجومي فيزق حمدي فتحي يمين. ينزل سردباك جنب بدر بنون وايمن اشرف يتحرك باك شمال وشويه يروح مقدم حمدي فتحي قدام مع عمرو السوليه يبقى هو رقم 8 وأليو ديانج يزيد يبقى رقم 10 فيجيب يعمل الباص بتاع الجون. طيب ده كله معناه ايه؟ فكر ومرونه والتزام. والتزام ولاعيبه عندها المرونه كما نجح رامي ربيعه في نهضة بركان وهو احتفلنا كلنا بهذا الاسلوب اللي فاجئنا بيه بيلعب بيه في الوقت اللي هو يستحقه بالظبط بالطريقه دي. وزي ما انت بتقول لازم نشيد برضه بحمدي فتحي. احنا اشادنا برامي ويوميه حمدي فتحي عالمي عالمي لعيب بامكانات ولكن لو لم يكن حمد الهوني بالظبط في مواجهه اكرم كان من الممكن حمدي يبقى رجل المباراه، كان من الممكن أليو ديانج يبقى رجل المباراه، كان من الممكن شريف يبقى رجل المباراه، كان من الممكن. اذا هي ده معناه لما تختار 4 5 من رجل المباراه اعرف ان انت كنت في مستوى عالي جدا وكنت في مستوى كان يليق بالاشادات كتيره والاعترافات المهمه. لكن هذه اللي الاشادات هتسمعوها بعد الفاصل. بعد الفاصل بس كنت عايز اقول اشاده مهمه بعد الفاصل. اشاده بل اشادات كتيره مهمه.